وسهلا ومرحبا بكم في فلوق جديد. معي انا فاطمه الجعوي. اذا كانت المره هذه اول مره تشوفوني فيها فلا تنسوا تضغطوا زر الاشتراك وزر الجرس عشان تجيكم التنبيهات بالحلقات الجديده. اذا من البدايه تسووا لي لايك يكون احسن واحسن. رجعت لكم المره هذه عشان اكمل معاكم موضوع كيف نزلت وزني بقصد، وهالمره راح اكمل الخطوات. فلي ما شاف الحلقة اللي فاتت يروح يشوفها هنا من الرابط. طيب عشان انا ابغى ابدا معكم ببساطة احمدي كده وبكل شفافية، ابغى اقول لكم انه انا اول 2013 اول ما بدأت افكر بقصد اني انزل وزني اشتريت حبوب تخسيس او حبوب بولشيت، قعدت عليها تقريبا شهر، وطبعا انتم عارفين في النهاية هذه سكام ومدري ايش، وبطلت استخدمها والحمد لله، يعني كانت تجربة من تجارب النصب. بعدين الين 2015 وانا كنت مستمره اسوي الاشياء الا ذكرتها لكم في الحلقه السابقه. ليش 2015 بالذات؟ لانه 2015 كان اول مره لي احصل فيها على عضويه جيم. ما قد قبلها رحت جيم، كنت اروح الجيم وكنت افتح تطبيق اسمه بادي بيلدينج واحاول اسوي نفس اللي في التطبيق. صح غلط اعور نفسي، كنت اجرب. يعني من العوامل اللي اكيد 100% ساعدتني تخصصي في التغذيه، فكنت يعني غصبا عني لازم اكون مطلعه ولازم اكون قارئه، صدوق حقائق، فيتامينات، معادن، ابحاث، اتعلمت كيف انفي او ارفض حقيقه او شائعه، خصوصا هذه اللي تجي في الواتساب، وخصوصا البودكاست حق الزنجبيل مع القرفه، ترى عشانها مهنقه مع امي لين دحين تقول لي اذا شربتي زنجبيل لا تشربي قرفه، فيومي ترى هذه كذبه، خذي مني اسمعي مني انا بنتك. في عام 2016 قررت اني ادرس تخصص ثاني بجانب التغذيه اللي هو الصحه الحركيه. يعني قد ايش ما تتخيلوا قديش كنت مستمتعه في التخصص هذا، لانه ما كان في كلاس يشبه الكلاس اللي قبله او اللي بعده، كان دائما عندنا نشاط، كان دائما عندنا حركه، كان يعني كلاسات كانت مره شعله. اللي مره اثر فيني كان عندي بروفيسور، هذا البروفيسور يعني انا مره ما انساه، يعني كلاساته كانت من اصعب الكلاسات، وكل مين يعني حتى الماستر ستودنتس كانوا يقولوا الدكتور هذا صعب تنجحي عنده. انا كنت يعني اجلس كده لما هو يتكلم، كنت كده اجلس اتكي اسمع كلامه. كلاساته يريت 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 احد يدرسها هنا عندنا. كلاساته كانت عباره انه هو يجيب لنا دراسه ويجيب لنا النصبات اللي تصير في الانستغرام ولا في الويب سايتات ولا في الواتساب فور اكزامبل، ويقول لنا ها تعالوا شوفوا هذه كذبه وهذه صح وهذه غلط وهذه مدري ايه. صراحه ما كان يعني ما كنت اشوفه انسان، هو اصلا عالم بس مره متواضع، انا كنت اشوفه موسوعه انكلوبيديا صراحه. ف انا مره ممتنه لهذا الانسان، وعلى فكره سويت معاه مره مقابله، روحوا شوفوها في واحده من الحلقات. وايضا فور شور كنت فأر تجارب نفسي، كنت اجرب دايت جديد، اجرب فيجن، اجرب فيجيتيريان، اجرب كلين دايت، استمتع مره استمتع اسوي وصفات واجربها. كنت ايضا كمان اسوي كالوري كاونت، وكمان اتذكر كنت احاول قد ما اقدر اكون اكتف، اجرب رياضات عمري في حياتي انا ما جربتها، جربت تي ار اكس، جربت كروس فيت، جربت سبينينج، هايكس مره اعشق الهايكس، من افضل تو هايكس سويتهم في حياتي، انجلز لاندينج وكامل باك. يمكن في نص 2016 بديت اخذ الموضوع بجديه، بما انه اتعمقت في الصحه الحركيه وكذا وخلطت الاثنين التغذيه والصحه الحركيه مع بعض، فصرت اسوي لنفسي ميل بريب اللي هو تحضير الاكل، اسوي لنفسي جداول رياضه، ومره يعني صراحه كنت مستمتعه بالشغلانه هذه، انه انا اسوي ما بين كل فتره وفتره اسوي لي روتين جديد. اللي كانوا متابعيني في الانستغرام يتذكروا كنت اصحى الصباح بدري الساعه 4 تخيلوا، واخذ لي اكل خفيف، اروح الجيم، ما يجي الساعه 7 الصباح الا وانا في البيت. فاحلى ايام والله، مره اشتاق صراحه. وبما اني كنت طالبة فجلوسي مرة كان كثير على الكرسي، فاستوعبت الشيء هذا انه الشيء هذا مش كويس، فرحت اشتريت تريدميل ديسك.
يا ناس لو انا ابغى اقول لكم في حياتكم تكون في ماكينه واحده تشتروها في الحياه، اقول لكم اشتروا هذا الجهاز ولا تستخسروا تحطوا فيه اي سنت اي قرش، لانه ما تتخيلوا قديش فوائده، خصوصا للناس دول اللي شغلهم مكتبي مكتبي مكتبي. على فكره اللي اخترع الجهاز هذا درسني برضه، انا مره يعني صراحه مبسوطه، اسمه دكتور جيمس، واحد من افضل العقليات اللي انا قابلتها في حياتي. هحط لكم تحت في صندوق الوصف فيديو يتكلم عن ضرر الجلوس والقعده الكثيره هذه، وعلى فكره ترى دحين يسموه سرطان العصر الجديد، الله يكفينا الشر. طيب هذا تقريبا كان البيسكس للاشياء اللي تعمدت اسويها عشان انزل من وزني. السؤال يقول هل انا فاطمه اليوم راضيه عن نفسها 100% ووصلت لهدفها؟ اقول لكم لا، بس اقول لكم انه انا اليوم الحمد لله احسن من امس واحسن من قبله واحسن من 6 شهور واحسن من 5 سنين، والحمد لله انه انا ما وصلت لاي نقطه في الحياه واستسلمت، واني فكرت اني الجأ لعمليات السمنه، ولا للاسف صارت ترند والناس كثير كانوا يسوقوا لها من خلال السوشيال ميديا وما زالوا صراحه. الى هنا انا اكون وصلت معكم لنهايه الحلقه، تشوفوني في الحلقه الجايه ان شاء الله. اذا عجبتكم الحلقه هذه لا تنسوا اللايك وتشتركوا في القناه، واذا شفتوا انه محتوى القناه مفيد لا تنسوا او تحبوا تدعموني على باتريون. تشوفوني في الحلقه الجايه، سلام.